قالت منظمة Human Rights Watch إن تركيا وما يسمى الجيش الوطني السوري اعتقلا ونقلا بشكل غير شرعي 63 مواطنا سوريا على الأقل من رأس العين شمال شرق سوريا إلى داخل الأراضي التركية قبل عامين، وذلك لمحاكمتهم بموجب قانون العقوبات التركي رغم أن الجرائم المزعومة ارتكبت في سوريا. قالت المنظمة أن تصرف تركيا ينتهك التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة كسلطة احتلال في شمال شرق سوريا. أوضح مايكل بيج نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن المعتقلين وهم عرب وأكراد يواجهون تهماً شملت تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية والانتساب إلى منظمة إرهابية والقتل. تستند التهم بشكل أساسي إلى ادعاءات غير مثبتة بأن المحتجزين لديهم علاقات مع وحدات حماية الشعب، الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية. تعالوا نضيء على الموضوع من أنقرة معي مدير مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط الدكتور أحمد أويصال. دكتور أويصال، مرحبا بك معنا في عالم الظهيرة. كيف يمكن تقييم هذا التقرير لهيومن رايتس واتش من وجهة نظرك؟ مساء الخير. أولا طبعا هذا التقرير منحاز يعني لاتجاه تركيا، لأن تركيا تحارب البيكاكي في ومشتقاتها، يعني هذا واضح، لكن في تجاهل على هذه الظاهرة، ويعني هم بالتعليم بالتنظيم بكل يعني مقاييس هم عضو من الامتداد من البيكاكي، وتركيا دخلت هذه المناطق لمحاربتهم وإبعادهم، فهي أبعد كثير منهم، لكن في عناصر داخل هذه المنطقة ويفجرون المباني. طيب لكن ما تقوله Human Rights Watch دكتور أحمد واضح، السلطات التركية تنقلهم من داخل سوريا في أراض تقول المنظمة أنها محتلة من قبل تركيا. تركيا هي سلطة احتلال في هذه المناطق من شمال شرق تركيا، ينقلون إلى داخل الأراضي التركية ليحاكموا حسب القانون التركي. هذا هو التساؤل الكبير، هذا هو اللغط. تمام، فهمت يعني، لكن يعني أيضا حتى في مصطلحات يعني غير دقيقة، لأن تركيا ليست محتلة، تركيا دخلت لإبعاد البيكاكي، وأيضا يعني لا يسيطر ولا الحكومة السورية تقول أنها دولة احتلال. دكتور أحمد، الحكومة السورية تقول تمام، هم أيضا هم معتبر محتلة لأنهم يظلمون الشعب السوري، وأيضا بيكاكي يعني هو يسيطر شرق الفرات يعني بقرار من أو بأي شرعية، وهذا لا يفيد، يعني هذه المصطلحات لا معنى لها، لأن تركيا دخلت لإبعاد البيكاكي والإرهاب، وبهذه لكن دخلت بمحض إرادتها الحكومة السورية، لكن لم تستدعيها. دكتور، هناك لغط كبير حول ما تقوله لي. تمام، سلمت السلطة للسوريين، وهناك الجيش السوري. لماذا لا يحاكموا داخل الأراضي السورية أيضا؟ لكن هم إرهابيون، هم فجروا بعض يعني كثيرا. يفترض أن يحاكموا داخل الأراضي السورية وليس في تركيا يعني طبقا للقانون السوري. دكتور أحمد، بعضهم أيضا احتمال كبير، يعني لا أعرف العدد والشيء، لكن احتمال كبير أيضا هم تورطوا بالهجمات ضد تركيا، وممكن في تساؤل فأيضا تفتيش، وبعدهم ممكن يصرحوا يعني، لكن هناك جرم ضد تركيا ولو هم يعني لجوا إلى أراضي سوريا. هذا يعني أولا لحفاظ على أمن تركيا، وأيضا ثانيا لحفاظ على هذه المناطق، لأن هناك محاولة لزعزعة الاستقرار. يعني الأسبوع الماضي يعني قتلوا كم أشخاص في حرق يعني أمن موجود في هذه الأراضي، وهذا التقرير منحاز لحزب العمال. هل السلطات التركية معنية بالرد على التقرير دكتور أويصال؟ لا أظن يعني، لكن يعني أنا أيضا لا أعرف التفاصيل، ولما في إرهاب طبعا هناك تركيا تحارب منذ 40 سنة ضد حزب العمال الكردستاني، والناجح الآن بقي فقط في الخارج، بقي فقط في الخارج مدعومة من دول أمريكا وبعض الدول الأوروبية،
وهذا طبعا يضر على تركيا، وتركيا ستأخذ تدابير إما في الداخل أو في الخارج. لكن في عناصر حقيقة يعني يرتكبوا جرائم ضد الشعب التركي ولو بالأصول تركية أو بالأصول سورية، يعني حكومة سورية حتى لا يعطيهم الجنسية والهوية وأشياء أخرى، ويتهمون تركيا محتلة. تركيا ليست محتلة، تركيا تريد سلامة ووحدة البلد، وحدة سوريا كاملة ونظام ديمقراطي في سوريا. وتركيا يعني لما تحل أو في حل سياسي للقضية السورية، تركيا ستترك هذه الأراضي. تركيا لا تريد أي جزء من سوريا يعني، لكن تحارب الإرهاب فقط. أشكرك من أنقرة مدير مركز أرسام لدراسات الشرق الأوسط دكتور أحمد أويصال، شكرا جزيلا لك.